ورجعنا لكم تاني من برنامج نفسنا وحلقة جديدة. برنامج نفسنا برنامج النساء الأول مش في مصر بس، في كوكب الأرض كله. أحب أرحب في بداية حلقتي، ودي نادرة ما بعملها بس هعملها النهاردة، بزميلاتي من نفسنات المتوحشات المفترسات. تحية كبيرة ليهم، وبنحيي جمهورنا اللي معانا في الاستاد، وبنحيي جمهورنا اللي بيشوفنا في جميع انحاء الكوكب. والنهارده حلقتنا ساخنه وقويه جدا، وحلقتنا مواضيعها هي في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن انواع مقابلات العمل. حضرتك تمضي استماره بخمسين جنيه طالما قالت لك فلوس في مقابله ما تدفعش، نصبايا انفت بجلدك يا معلم. حاجات بتعجب الست في الرجاله غير الشكل. في الراجل الجنتل بيعمل حاجات لطيفه احنا نسيناها من زمان. خفيه الدم يا اخوانا هي اللي تجذب الست للراجل. لقاء مع سما المصري. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي دبحني، رمش عينه. اول موضوع في حلقتنا النهارده وهو انواع الانترفيوهات او مقابلات العمل اللي انت ممكن تعملها وانت بتتقدم للشغل. اول نوع لما تكون رايح انترفيو بواسطه، يعني انت رايح وضامن الوظيفه في جيبك، عارف ان انت متوسط لك حد كبير، متوسط لك حد كبير عند المدير، فانت رايح الانترفيو ده يعني تحصيل حاصل وحفاظا على الشكليات. لكن في الحقيقه انت بتبقى رايح ريلاكس، مش متضايق، مش قلقان، مش شايل هم، لانك عارف ان هو هتروح الانترفيو وهتتقبل كده ولا كده حتى لو ما فتحتش بقك. تاني نوع اللي هو عكس النوع ده تماما، اللي انت تحس ان انت رايح انترفيو تايه. سمعت في مكان من حد ان الشركه دي بتدور على حد وبتعين، فقررت ان انت تروح، وقبل ما تروح ما حاولتش تعرف الشركه دي بتعمل ايه، او هتروح تقابل مين، او المجال ايه، او هما بيدوروا على بني ادم مواصفاته عامله ازاي، وانت ممكن تقول لهم ايه. انت سمعت الخبر وقررت ان انت تروح، فوصلت المكتب هناك والناس بتسالك طب يا فندم تحب تكلم مين، مش عارف ترد، قاعد في المكتب طب حضرتك انت مين، برضو مش عارف ترد عشان مش عارف تقول لهم حاجه تناسب الشركه. ففي الاخر بيبقى شكلك ومنظرك وحش قوي جدا، مش عارف تكلم حد ومش عارف تعمل حاجه وزي قلتك. وفي النهايه هتلاقي الريسبشنست بتقول لك طب حضرتك ممكن تمشي، بس الانترفيو فشل. انا حاسه ان انتصار ممكن تعمل انترفيو ان هي تبقى عارفه المخبرين اللي بيعذبوا في الناس، اللي هم المسؤولين ان هم يشدوا الضوافر ويقطعوا في جسم الناس ويقعدوا يخلي الواحد يقعد يبلع ميه كده لحد ما يبقاش قادر يتنفس. انا حاسه ان انتصار ممكن تعمل انترفيو للشغلانه دي وهتطلع ايه كده بيرفكت. بدريه افتكر ممكن تعمل انترفيو ان هي تبقى سكرتيره، هي دي ممكن تبقى هاوس وايف. انا شايفه ان هي دي هو ده، يعني هي هو ده المجال. اذا مش هتكون في الفن ممكن تعمل انترفيو ان هي تبقى هاوس وايف، فهي تتجوز من اول وجديد. وفي كمان النصبايا اللي هي تروح علشان تعمل انترفيو تلاقي مزه زي كده، بس انا طبعا جمالي طاغي عنها، قاعده ايوه حضرتك تمضي استماره بخمسين جنيه، هتبقى عايز بقى تعمل حاجات كتير قوي، هو انا جاي ياخد ولا جاي يدفع؟ طالما قالت لك فلوس في مقابله ما تدفعش، نصبايا انفت بجلدك يا معلم، وتعالوا بقى كده نشوف باقي الانترفيوهات للناس في الشارع هيقولوا عليها ايه. الغلطات اللي احنا بنقع فيها في الانترفيو ان ممكن واحد مثلا يكون عنده البيزكس وعنده الكواليتي لكل حاجه بس هو ما عندوش السيلف كونفيدنس. ممكن تكون اكبر غلطه ان احنا اصلا بنكون رايحين مش عارفين احنا عايزين ايه، يعني مش عندنا فكره عن الموضوع اصلا. انه ما يكونش واثق في نفسه كفايه. الارتباك، التوتر، التأتأة في الكلام،
ممكن ما يكونش عندك انجليزي، فالانجليزي لازم في اي وظيفه يعني. المفروض اللبس يكون بيبقى فورمال، الواحد ما يبقاش مزيف، يعني اكون على حقيقتي وابين طبيعتي وامكانياتي الحقيقيه، لان لما بزيف وبزيد اكيد ان ده حاجه بتزيد ان انا بني ادم، او بيبان ان انا بني ادم يعني فيك شويه، فببقى مش مقبول قوي. بنبقى واثقين في نفسنا زياده عن اللزوم، فالموضوع بيقلب عدم ثقه. بنمثل ان احنا نقدر نوصل يعني حاجه للشركه، او نخدم الشركه في حاجه معينه اللي احنا رايحين نعمل فيها انترفيو، وبعد كده الحقيقه ان احنا ما نعرفش نعملها، فبنكشف بعديها بشويه صغيرين. في نوعيه بقى انترفيو، في بقى نوعيه انترفيو ده اللي بيسيب في حياتك عقده هتفضل فاكرها العمر كله. المقابلة دي غالبا انت هتروح لابس عادي، بنطلون نظيف ومكوي قميص عادي، ويمكن جاكيت بدلة لطيف، بس اول ما تخش هتتخض. ليه؟ كل الناس على سنجة 10 مستحميين، وريحة الصابون والنظافة طالعة من الاسانسير، وتخش تلاقي اشكالهم حلوة ونظيف، عيال متعلمة ومتكلفة ومدفوع فيها فلوس، فتقعد متوجس بس هتكمل المشوار برضو للاخر. قاعد على شمالك قمر، على يمينك قمر، ايه الناس الحلوه دي كانوا فين؟ دول في مصر جم منين دول؟ وبعدين تيجي تدردش مع اللي جنبك، ما انت لسه دورك مش دلوقتي، فتلاقي اللي جنبك بتقول له انت جامعه ايه؟ يقول لك جامعه زغروف دي زغوي في سويسرا. حضرتك جامعه ايه؟ يقول لك هايدلبرج من المانيا دفعه السنه اللي فاتت. ما شاء الله يونيفرسيتي في شيكاغو. مثلا هو ده من نوعية دي برضو اللي اللي بيعجبني فيها انها بتجود. يعني انا فخوره بالجامعه بتاعتي، لا انا طلع روحي في الجامعه دي، فلازم اقولها في اي فرصه. ما سالناكيش بقى طلعت روحك يعني طلعت عماره مكانها في الحاجات دي. مش هتسالي في الحاجات دي. شيكاغو. وبعدين تقول له طب بعد الجامعه اللي في شيكاغو هل عملت اي اجتهادات؟ يقول لك اجتهادات ايه؟ انا عامل ام بي اي في جامعة القاهرة، وعامل ال بي اي في جامعة عين شمس، وعامل سي بي اي في جامعة هارفرد. فتقول له هم دول بياخدوا وقت كتير؟ يقول لك خالص 4 سنين بس. طب دول بكام؟ الاولانيه ب 80,000 والثاني ب 40,000 والثاني ب 50,000 دولار. طب جاي تشتغل ليه؟ بروح ما تسيبنا يعني ناخد فرصتنا. ما هو حضرتك مش على مقاس الفرصه دي، لانك اقل بكتير. انت معاك ايه؟ معايا انا مقاس 42. ايه؟ مقاس 42 دي الجزمه. انت ايه؟ ليسانس اداب قسم ايه؟ اجتماع. طب ايه معاك انجليزي؟ لا. معاك فرنساوي؟ لا. طب انت مين؟ ابدا انا مدرس حكوميه. طب الراجل عامل ام بي اي وال بي اي وسي بي اي، انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ ده جاي من واشنطن. فغالبا دي المقابله اللي انت هتنزل تغير كل افكارك عن المجتمع، غالبا هتبقى محبط. حبيبه مضيف الطيران بيف اور برجر، هيدي غالبا هتبقى عايز تشتغل في حضانه اطفال لغات بدريه، هتحاول تلاقي اي دور في المسرح، تشتغل ممثله في المسرح، تشتغل ترجع تاني تبقى مدرسه في مدرسه كده يعني. في نوع جديد من الانترفيو اللي هو الانترفيو المخادع. تبقى قريت في الاعلام بتاع الانترفيو ان هم طالبين مدير مكتب، سكرتير مدير، سيلز. انت تبقى رايح وعندك كل الكواليفيكيشنز او كل المميزات الشخصيه، او بنزل بالترجمه على طول، والخبرات العمليه اللي تهيئ لك انك تبقى في المنصب ده. فتروح وتعمل انترفيو، وبعدين تلاقي نفسك مش مدير مكتب خالص، ان المكتب كله ما فيهوش غيرك انت. انت المدير، وانت السكرتير، وانت الفراش، وانت كل الناس. مدير على نفسه. مدير على نفسك. او بدل ما تبقى سيلز تبقى مندوب مبيعات، يا حرام. تاجر شنطه، واخد شنطتك وسارح بيها طول النهار على الكلاينتس او العملاء. رغم ان الاعلان اللي كان في الجورنال ما كانش كده. ما كانش كده خالص، كان بيقول ان انت هتبقى سيلز او مدير مكتب، سكرتير، مدير شركه مش عارفه ايه. فتروح تلاقي ولا في شركه ولا في مكتب ولا في سيلز اساسا ولا في حاجه تبيعها. انت حرام حاطين لك شويه منتجات كده درجه 10 تنزل تلف بيهم تبيعهم. فده بيبقى انترفيو مخادع، وغالبا لو انت مضطر او محتاج مش عيب ابدا انك تشتغل الشغلانه دي، لانها هتبقى لفتره وبعدين هتتنقل لحاجه احسن. بدريه بتقدم على وظيفه مديرة حضانة، لأن بدرية طيبة قوي قوي وغلبانة وقلبها طيب جدا، فينفع تتعامل مع أطفال وحنينة كده وفيها حنية الأم. انتصار تقدم على وظيفة سيلز، إنها عندها قدرة رهيبة على الرغي، ما بتتعبش وما بتزهقش، وممكن تتكلم 24 ساعة على 24 ساعة، عندها طاقة برضو. أما حبيبة مديرة جيم،
عشان هي دايما كل مره تقول لنا التمرين ما اقدرش اسيب التمرين ولازم ارجع اتمرن وبحب اتمرن وكده، فهي لازم تبقى تلعب تشتغل اي حاجه في الرياضه. وفي بقى الانترفيو المنحوس من اول لحظه بتخش الباب. أول ما بتخش المكتب بتلاقي إن المدير أو الشخص اللي أنت كنت مفروض تقابله واللي مفروض يعمل لك المقابلة مشغول، يمكن كنت بتحكي عن الانترفيو لأصحابك الليلة اللي قبليها أو لحد غريب أو لحد مش غريب وادولك كده عين في المقابلة من أولها، وتاني يوم الصبح أنت متفائل ومبسوط ورايح الانترفيو تلاقي إن الراجل مش مديلك أي اهتمام، مشغول عمال يجيله مكالمات، عمال يجيله ناس لازم تقابله ولازم ياخد المقابلة دي عشان أهم منك، والتليفون على بيرن على طول. فوقتها لازم تاخد موقف. احنا مش بنقول ان انت تبقى تقل ادبك او تبقى تتنك او اي حاجه، بس انت لازم برضو تفهم ان في الراجل في المقابله دي الانسان اللي انت بتقابله ان انت وقتك مهم وهو لازم يديلك الانتباه في الانترفيو، فلازم تقول له وقتها لو سمحت انت واضح ان انت مشغول جدا ممكن نتقابل في وقت تاني، ممكن نعمل الانترفيو ده في وقت تاني. لو الانسان ده انسان سوي هيقدر اللي انت بتقوله وفعلا هيقولك اه عندك حق نتقابل في وقت تاني. لو مش بيديلك الاهتمام خالص وحتى بعد ما قلت الكلام ده يبقى الانترفيو ده كان كده كده شغلانة دي كانت هتبقى شغلانة زي قلتها، وانت استفدت ان انت حتى ما جربتش ما كملتش التجربة من اولها. في بقى الانترفيو اللي مش فارق معاك اللي انت رايحه اصلا مجاملة، مامتك قالت لك يا ابني البس وانزل، بيقولوا في انترفيو في الشارع اللي ورا انزل يا ابني، واحد صاحبك قال لك بقول لك ايه في انترفيو في الناصيه اللي بعدنا ما تيجي معايا كده، فانت تروح بقدره قادر تتقبل، ما انت رايح مش في دماغك مش مركز له، رايح بقى ايه يا تعالى يا ابني بدل ما نروح نقعد في قهوه ولا نقف نعكس البنات ونتحرش بيهم تعالى نروح. ومامتك طالما انا قلتها العيش والفلافل والملوخيه عشان تخرطها للغدا روح الانترفيو وراك ايه؟ انت جبت الطلبات كلها تحت البيت. فجاه تلاقي نفسك اتقبلت دو عمك. متخيله انتصار هتروح تشتغل في سبا عشان تعمل تكييس او حمام مغربي للستات، تلبس الكيس المغربي وتحمي الستات حبيبه، تشتغل مدرسة انجليزي اللي هي الميس بقى الميس راحت الميس جاي اهي دي في ريسبشن بتاع فندق مثلا. ده انهي انترفيو ده اللي ورا الناصيه وورا الشباك عندنا احنا عندنا احنا ده انترفيوهات لشغلانه ايه دي محل موبايلات. يلا بينا يلا بينا في ايه كذا يلا ويتقبل. ده شكلها معاكسه مش انترفيو، تعالى نعاكس ورا هي انا بقولها بطريقتي عشان هي الناس بتحب الطريقه دي فانا بقولها بطريقتي. انا عارفه كله دلع. لا مش دلع، ده مش دلع، خفيه دم، ده خفيه دم ودلع ونوسه طاغيه. بس انا النهارده محضره لها مفاجاه. اه بجد؟ حد يقضي على كل التجبر الانوثي اللي جواها. اه يكسر انوثتها النهارده مش بعيد، مش بكره ولا بعده، النهارده ليلتك يا بدريه. اوكي هجيب لك ال كده قلنا لكم انواع كتير من الانترفيوهات وقلنا لكم اللي ممكن بعض اللي تقابلوه مش كل. على فكره في انترفيو كمان ممكن تروح تلاقي السكرتيره تحبها او تلاقي بنت مقدمه معاك فتلبت في الشغلانه دي وبتقبل باي رقم فيها عشان تبقى جنب البيت نوتة الحلوه دي، ده نوع برضو. ويلا بينا نطلع فاصل ونكمل باقي فقرات حلقتنا.